can do it. هنبتدي أول حاجة النهاردة السبيسر بتاعنا خطوات الستبس أو الستبس بتاعة الكومبليت دنجر كونستراكشن. احنا خدنا البرايمري امبريشن وسمينا الستانينج كاست في ايدنا اهو، ده الأبر كاست وده اللور كاست أو الماكسيلري ده الليبرال كاست. هنبتدي نعمل عليهم أول حاجة خالص في اللابراتوري ستبس اللي هي السبيسر والسبيشال تشين. أول حاجة هنبتدي نعملها السبيسر، هنرسم لاين من الفود ديبث أو الريسبيول للبنسل بتاعنا، بعد كده هنرسم لاين تاني 2 ملم شورت. انا برسم اللاين للفود ديبس وهنا عندي دي الهاملر نوتش، من الهاملر نوتش للهاملر نوتش عندي حاجه اسمها الفايبريتنج لاين، وبرسم اللاين بتاعي، وبعدين برسم لاين تاني 2 ملم شورت عن الفود ديبس اوف الفيستيبيول، وده اللي احنا هنوقف عنده السبيسر بتاعنا. نكمل التوب لاين التوم الليمتد شورتر لاين اللي احنا رسمناه، بنبتدي نكملهم لقدام، بس لازم يكون اللاين اول اوفر يكون نفس التوم الليمتد بتوعي. انا مشيت هنا من عند الليبيا الفلينا وبكمل وباخد نفس الكيرف بتاع اللاين اللي هو الفول ديبث، بمشي مع الفلينمز بتاعتي دول الباك الفلينمز بكمل. طبعا عند اللاين بتاع الفايبريتنج لاين من ورا انا ما بعملش شورتنج، هو جاست لاين واحد من الهاملر نوتش للهاملر نوتش. اوكي، بعد كده هبتدي اقسم اللاين على الكريست اوف ذا ريدج بتاعي فوق، سنترلايزد على الكريست اوف ذا ريدج. اللاين ده يا جماعه انا برسمه عشان اعمل عليه فتحات معينه، حاجه اسمها ويندوز او حاجه اسمها تيشو ستوبس، بعملها في اماكن الكناينز واماكن الفيرست مولر اريا. عند مكان الكناين بقوم راسم زي ريكتانجل او سكوير، هنا بيبقى سنترلايزد على الكريست اوف ذا ريدج، عشان كده انا رسمت اللاين بتاع الكريست اوف ذا ريدج بتاعي. وهرسم هنا ستوب تاني عند الفيرست مولر اريا. ده شكل الكاست او لازم الخطوط اللي انا ابتدي اعملها. اوكي، قبل ما ابتدي ان انا اشتغل السبيس بتاعي، لاين للفود ديبس اوف الفيستيبيول، لاين شورت باي 2 ملم اول اوفر، و one لاين جاست one لاين فروم ذا هاملر نوتش تو ذا اذر هاملر نوتش. عندي اربعه ستوبرز او اربعه تيشو ستوبس، اثنين عند الكناينز اريا واثنين عند المولرز اريز. معانا يا جماعه المانديبولر كاست دلوقتي، هنبتدي نرسم عليه نفس البلاننج اللي عملناه عند الماكسيلري كاست بتاعنا، هنعمل نفس الخطوط بتاعتنا، لاين تو ذا فول ديبث اوف ذا فيستيبيول. اوكي، انا بسيب البنسل بتاعي هو اللي يرسم، اوكي بحطه وهو بيرسم في اكتر نقطه دي في الفيستيبيول عندي. بلف من هنا، طبعا عندنا هنا حاجه اسمها الريترومولر باد هنا. ببتدي بلف من حواليها وعندي حاجه اسمها لينجوال فيستيبيول، وعندي هنا ده التونج سبيس بتاعي، هنا كان عندي في الابر البالت، هنا هنمشي في اللينجوال فيستيبيول في ال في الفول ديبس اوف فيستيبيول. اوكي، من التو سايدز ابتدي يا جماعه ان انا اقسم لاين 2 ملم شورتر اول اوفر زي ما عملنا في الابر. هاجي من عند الريترو مولر باد، اوكي برضه بقصر 2 ملم، ومن هنا بقصر اول اوفر 2 ملم، يكون طبعا زي ما قلنا ال 2 ملم دول يكونوا هما ما بيتغيروش في الوقت عند كل الفستيبيول بتاعتي. شايفين يعني هنا 2 ملم، هنا 2 ملم، هنا 2 ملم. بكمل ماشي واخد نفس الكيرفتشر او الاناتومي بتاع الكيرفتشر او الاناتومي بتاع الفستيبيول بتاعي. كملنا من هنا للاذر سايد، وبعدين ببتدي اخش من اللينجوال، ادخل من اللينجوال هنا اعمل نفس القصه زي ما انتم شايفين كده، بلف ومن هنا من عند اللينجوال باوتش او بيسموها ريترو مايلو هايويد اريا، بكمل اوكي، وارسم اللينجوال فيستيبيول بتاعتي لاين 2 ملم شورتر. كملت للأذر سايد
بعد كده برسم لاين على الكريستال ريدج زي ما عملنا في الماكسيلري كاست عشان ابتدي اعمل سنتراليزيشن للتيشو ستوبس او الويندوز بتاعتي اللي انا بفتحها. طبعا انا برسم كل حاجه على الكاست عشان لما اجي اعمل ادابتيشن للواكس اشوف الكلام ده من خلال الواكس وابتدي اقص عليه بالظبط. هنحط الستوبس بتاعتنا عند اماكن الكناينز اللي هي تقريبا هيبقى هنا بدايه الكيرف بتاع القش، واحد هنا واحد الاذر سايد عند الكناين اريا، وبعدين برسم الستوبر اللي ورا بيبقى عند الفيرست مولر اريا. طبعا ما برسموش على الابورد انكلاين بتاع الريترو مولر باد، انا برسمه على الحته اللي هي الهوريزونتال بيفور الابورد انكلاين اوف ذا ريترو مولر باد عشان يبقى بعد كده السبيشال شيب بتاعتي تبقى ستيبل. ده شكل الكاست بعد ما قسمت عليه اللور كاست، بعد ما قسمت عليه البلاننج بتاعي قبل ما اعمل السبيسر بتاعي. بعد ما خلصنا اللاينز بتاعتنا يا جماعه على الكاست هنبتدي ان احنا تو ابلاي سبريتنج ميديوم على الكاست. بيفور ان احنا نحط السبيسر او الواكس بتاعنا، ده الشيت اللي احنا بنعمل منه السبيسر بتاعنا، نحطه بنعمل له ادابتيشن على الكاست هنا. ليه بنعمل سبيسر؟ بنعمل سبيسر عشان نحصل على سبيس للامبريشن ماتيريالز بتاعتنا. وبعد ما نحط السبيسر بنفتح فيه الفتحات اللي احنا عملناها في الكاست دي اوكي بالريكتانجلر، عشان دي الحاجات بنسميها تيشو ستوبس اللي هتحافظ لي على الايفن ثيكنس بتاع السبيسر وبالتالي الايفن ثيكنس بتاع الامبريشن ماتيريال. ابتدي مبدئيا قبل ما احط سبيس الميديم احط الكاست بتاعي في الميه اوكي عشان يابزورب شويه ووتر، اما احط عليه سبريتنج ميديوم ما ايه ما ينشفش بسرعه. اوكي بعد كده احط الكاست بتاعي هنا وابلاي سبريتنج ميديوم بالبرش على الكاست بتاعي على الريدج اول اوفر اوكي وعلى البيز بتاع الكاست. ما احطش كتير، انا جاست باخد لير صغيره وبعمل على البيز وعلى الريدج وعلى كل حته عشان اعرف افصل السبيسر او السبيسر يفصل مني من الكاست بتاعي. هبتدي بعد كده اعمل ادابتيشن للابر سبيسر بتاعي. انا عندي ده الشيت بتاع الواكس بتاعي اتس فيفربل اللي انا ايه اقسمه نصين استخدمه هو هو للابر واللور اوكي بقسمه نصين كده. بقى انا كده عندي نص هستخدمه في الابر ونص هستخدمه في اللور. هبتدي اعمل سوفنينج للواكس على الفليم بتاعتي. انا مش عايز الواكس بتاعي يا جماعه ينقط، انا عايزه جاست يبقى سوفت اللي انا اعرف اعمل له ادابتيشن، فبسخنه على الفليم لايتلي كده عشان كمان احافظ على الثيكنس بتاع الواكس بتاعي. اول حاجه ببتدي اعملها ادابتيشن هو الجزء بتاع البالت اوكي. ببتدي بعد كده من الانتيريور للبوستيريور بعمل ادابتيشن من نفس الاريا في اتجاه واحد. بعمل ادابتيشن كده في اتجاه واحد. شايفين انتوا هتلاقوا ان شكل الكاست بتاعي ابتدى يطلع من خلال الواكس. ابتدي ان انا اول حاجه بقص الاكسس كده، ده شكل الادابتيشن بعد ما انا عملته. بعمل اقص الاكسس بتاعي الاول اللي بره بالنايف في اتجاه واحد كده كده اوكي. وبعد كده ببتدي ان انا اقص على السكند لاين، لو تفتكروا السكند لاين اللي احنا رسمناه اللي هو التو مليمتر شورتر عن الفول دبس اوف فيستيبيول كله بيبني من خلال الواكس. الاكسس واكس ده هنشيله كده. هبتدي بعد كده اقوم عامل ري ادابتيشن تاني بعد ما عملت قصيت الاكسس بتاعي اوكي. ادابتيشن عملته هنا وابتدي استخدم الكارفر بتاعي. هقص الواكس الاول يا جماعه عند الفول دبس واحده واحده لغايه اما اشوف اللاين اللي انا عايز اوصل ان انا اقص عنده اللي هو 2 ملم شورتر لاين زي ما انتم شايفين كده. شايفين انا قصيت فين هنا يا جماعه؟ ده الفول دبس وده اللاين ال 2 ملم شورتر وانا قصص بالظبط عنده.
ابتدي ان انا اعمل كده وكده. عشان كده انا بستخدم الكيرفر، الكيرفر بيبقى ارفع شويه. زي ما انتم شايفين كل شويه بقوم عامل ادابتيشن تاني. طبعا هنا انا عندي الهاملر نوتش، للهاملر نوتش جاست وان لاين زي ما قلنا، وده اللي انا بقص عنده الاكسس واكس بتاعي. اوكي، وابتدي اكمل من هنا. بس انا محتاج دلوقتي يا جماعه ان انا اسخن شويه كمان واعمل ري ادابتيشن. اهم حاجه ان السبيسر عندي يكون ستيبل على الكاست، ما يكونش بيتحرك. كده انا تقريبا خلصت السبيسر الابر بتاعي. ابتدي افتح الفتحات اللي احنا قلنا عليها، لو انتوا تشوفوا من خلال هتلاقوا في شادو بتاع الفتحات اللي انا رسمها اوريدي. ابتدي اقطع كده وكده وكده كده، جاست وان شارب كات، واقوم شايل ده الواكس بتاعي طلع، والفتحه بتاعتي هنا ايه اتفتحت. هعمل نفس القصه هنا. فتحت فتحة كمان هنا، هعمل فتحة كمان هنا مكان الفيرست مولر، وأعمل فتحة كمان هنا. يبقى أنا كده ده شكل الفتحات بتاعتي بالنسبة للأبر سبيسر. هنبتدي يا جماعه دلوقتي السبيسر بالنسبه لللور ارش بتاعنا. ده الجزء الباقي من الواكس عندي، ببتدي ان انا اعمل له ادابتيشن على اللور. قبل ما ابتدي احط اعمل ادابتيشن للسبيسر، ذا سيم ايديا، هبتدي احط الكاست بتاعي في الميه. اوكي، عايزه ان هو يكون ساتوريتد بالميه نوعا ما، وانشفه طبعا او اخليه ينزل الاكسس ووتر. وببتدي احط بعد كده برضه عليه ايه سبريتنج ميديا، حاجه خفيفه قوي، مش هحط كتير، جاست بحط حاجة بعمل ليا فوق الكاست بتاعي عشان الواكس ما يلزقش فيها واعرف اشيله بسهولة. ابتدي اعمل سوفنينج للواكس بتاعي بنفس الطريقة. اوكي، عشان اعمل ادابتيشن واخد شكل الكاست بتاعي هنعمل اللور سبيسز بتاعنا. بعمل الادابتيشن في اتجاه واحد من الانتيريور للبوستيريور عشان ياخد شكل الريدج بتاعي. وبرضه بقص الاكساس بتاعي على الكاست من بره. مسكت الكاست كده يا جماعه، بقى عندي في اكسس من بره، بمسك النايف بتاعتي وابتدي ان انا اقص الاكسس في اتجاه واحد من الابر لللور ناحيه البيز بتاع الكاست. يعني كاني ايه بعمل ادابتيشن للواكس على الكاست وانا بعمل الحركه دي يا جماعه، ما بعملش العكس. طبعا في عندي حاجه هنا مهمه جدا لازم اشيلها مش موجوده في الابر، اللي انا ايه التونج سبيس اللي عندي هنا، لازم ان انا اشيل الاكسس من عندي من مكان التونج سبيس قبل ما ابتدي ان انا اقص عند اللاين ال 2 ملم شورت بتاعي. قصيت الاكسس من على الكاست، ابتدي اعمل ري ادابتيشن، بسخن السبيسر كده وقدام وابتدي اعمل ري ادابتيشن بايدي في نفس الاتجاه.
اوكي اتاكد ان هو ادابت كويس. ابتدي اقص الواكس الاكسس واكس بتاعي من عند الفول دابس بتاع الفستيبيول، وابتدي اقص واحده واحده لغايه ما اوصل لايه؟ لللاين ال 2 ملم شورت. طبعا انا هبتدي ابص هنا اشوف فين اللاين ال 2 ملم شورت بتاعي. كده تقريبا قصيت عنده. وبشيل الاكساس. اقص من عند البكل. شايفين ده اللاين بتاع الفول داب وده ال 2 ملم شورت بتاعي. عايز شويه يا جماعه، دلوقتي انا حسيت السبيسر معايا محتاج ادابتيشن اكتر، لازم كل شويه اعيد على الادابتيشن بتاعي. بسند الواكس بتاعي وببتدي ان انا اكمل الشورتنينج بتاعي. شايفين يا جماعه ده القصه بتاعتي ودي اللاين بتاع الفول دبث والحته القصيره. اوكي اول اوفر بيتقص كده. وابتدي ان انا اجي عند حته الريترو مولر باد من ورا. كده بقى اول اوفر. قصير ال 2 ملم شورت بتاعي، هعمل ال other side. ابتدي ارجع عليه شويه. بقص الاول اكسس قليل وبعد كده بقص اكتر شويه. كده انا مينلي عملت الكاتنج بتاعي. ابتدي اعمل الفتحات بتاعتي اللي احنا قلنا عليها قبل كده يا جماعه، نفس زي اللي احنا عملناه في الابر. كده كده اوكي، وبعدين كده كده جاست فتحه واحده. دي اول ويندو عندي بتتفتح كده. وبعدين نعمل الاذر سايد عند الكناين اريا، هما الاثنين قصاد بعض. بدل ما انا رسمهم الاول خالص على الكاست من قبل كده فبيبقى الموضوع سهل جدا ان انا اقص عليهم. في واحده هنا عن المولر ادي، في واحده هنا عن المولر ادي الناحيه الثانيه. يبقى انا فتحت الفتحات بتاعتي كلها هنا، وبقى شكل الكاست عندي بالمنظر ده. دلوقتي يا جماعه بعد ما خلصنا السبيسر هبتدي اقول لكم ايه التشيك ليست بتاعت السبيسر بتاعي. اول حاجه هنبص عليها هي الثيكنس بتاع السبيسر. لازم الثيكنس بتاع السبيسر اول اوفر لو انا شلته كده يكون ايفن ثيكنس، اوكي، ما يكونش في حته رفيعه عن حته، اوكي. طبعا هو بيفصل عن الكاست عشان هو ده انا حطيت سبيتنج ميديوم، يبقى ثيكنس. بعد كده الادابتيشن لما احطه على الكاست لازم يكون ادابتد، ما يكونش في حركه، ما يكونش في روكينج. الاكستنشن بتاعي لازم يكون واصل ل 2 ملم شورتر من الفول دبث اوف فيستيبيول، سواء في الابر او في اللور يكون 2 ملم شورتر.
والستوبرز بتاعتي لازم تكون سنترلايزد على الكريست اوف ريدج. عندنا اربعه ستوبرز، والستوبرز دول اللي هم التيشو ستوبس لازم يكون شكلهم ريكتانجلر او سكوير، والفينشنج بتاعهم لازم يكون شارب كلين كات موجوده، ما يكونش بيفلد، عشان الاكريليك لما اجي اعمل له ادابتيشن يبقى انسرتد جوه التيشو ستوبس دي وياخد نفس الشكل الريكتانجلر بتاعها. يبقى احنا قلنا الثيكنس والادابتيشن والاكستنشن والفينشنج. بعد ما خلصنا السبيسنج معاه دلوقتي احنا بنبتدي نعمل السبيشال تري بتاعتنا. اول حاجه هنعملها خالص هي الميكس بتاعنا. الميكس عندنا باودر وعندنا ليكويد، ماشي، ده النوع اللي احنا بنستخدمه مينلي اسمه اكستون. المفروض احنا بنعمل 3 باودر لواحد ليكويد، بس لو عندنا نفس الميجر، يعني لو انا عندي نفس الميجر اوكي مثلا سواء ده بعمل منه 3 باودر لواحد ليكويد، وده بيعمل منه 3 باودر لواحد ليكويد. بس احنا عندنا الغطاء بتاع الباودر والغطاء بتاع الليكويد تقريبا، ده الغطاء ده بيساوي 3 من الغطاء ده، فابتدي احط الباودر بتاعتي كل واحد في الغطاء بتاعه، احط 1 تو 1. زي ما احنا شايفين يا جماعه كده انا مليت الغطاء ده الاخر، يبقى كده بقى عندي ميجر. عملنا غطاء باودر يا جماعه، هنعمل دلوقتي غطاء مونومر اوكي، واحتمال نزود سنه برضو عنه اوكي. هنحطه الاول هنا في الكوبايه، لازم هو يتحط الاول، بنزود عليه سنه صغيره، يعني غطاء وتلت او غطاء حاجه بسيطه قوي. قفلنا خلاص المونومر، طبعا لازم نبعد المونومر عن الفليم، ما يكونش الفليم ولع. هبتدي احط الباودر بتاعي على المونومر. الستيجز بتاعت الاكريليك بتاعتي يا جماعه، انا ببتدي اعمل ميكسنج، اول ستيج لازم اوصل لها او بوصل لها لو انا عملت البروبر ميجرمنت بتاعتي بيبقى الميكس بتاعي ساندي ستيج. زي ما انتم شايفين هو دلوقتي بقى في جزء منه او كله دلوقتي بقى ساندي، هو كده مش فلوي، ده بيبقى ساندي يعني مرمل. بعد كده بنوصل لمرحله اسمها ستيكي ستيج، ستيكي ستيج ساندي ستيكي، بعدين دو ستيج، وبعد كده رابري، وبعد كده ايه ستيف. بعد ما ابتدي ده الميكس بتاعي يا جماعه، بعد ما يتعمل اوكي، ممكن هنا الميكس بتاعنا لو طلع شويه فلوي ممكن بزود سنه باودر صغيره قوي اوكي عشان اظبطه، ساعات الميجر ما بيكونش ايه عمل. ببتدي اهم حاجه ان انا اعمل الميكس بتاعي كويس عشان انكوبريت الباودر جوه الليكويد بتاعي. بعد كده هغطي بجلاس لاب، لازم الميكس بتاعي اوكي عشان افويد الايفابوريشن بتاع الايه ريزيديوال مونومر بتاعي. هقفل الغطاء بتاع الحاجات بتاعتي خلاص انا مش محتاجها، وابتدي ان انا احطها هنا. ابتدي بعد كده ابلاي سبريتنج ميديوم على الكاست عندي. احنا هنبتدي بالكاست الابر، اعمل ابلكيشن سبريتنج ميديوم بس حاجه بسيطه طبعا على السبيسر وعلى الكاست بتاعي. لازم ابلاي سبريتنج ميديوم عشان افاسيليتيت السيباريشن بتاع الاكريليك بتاعي عن الكاست وعن السبيسر بعد كده ليتر اون. عشان اعمل ايفن ثيكنس من الاكريليك بتاعي يا جماعه، ببتدي ان انا اعمل 4 لاير واكس زي ما انتم شايفين دول، كل واحده من دول بعمل لها فولدنج كده تبقى 2 لاير، واحطها على الاربع جوانب بتوع 2 جلاس لابس. ليه؟ عشان اعرف اعمل ايفن ثيكنس للاكريليك للسبيشال تري بتاعتي او للاكريليك بتاعي. زي ما احنا شايفين كده بعد ما اعمل كده ابتدي ان انا ابلاي سبريتنج ميديوم على الجلاس لاب بتاعتي، لازم عشان لما اجي احط الاكريليك بتاعي عليها ما ايه ما يعملش ستيكنس او ما يلزقش في الجلاس لاب اوكي ويبوظ لي الميكس بتاعي. كده كده ان انا ابتدي اشتغل في الدو. الدو فورمنج تايم انا كل ده مستني يا جماعه ومغطي الميكس بتاعي. الدو فورمنج تايم بيبقى بحوالي من 6 ل 8 دقائق.
انا كل ده مستني، وكمان شويه دلوقتي اعمل تشيك. طبعا بحط ميكس او ما احط سبيت ميديوم على الجلاس لاب الثانيه. اوكي طبعا الجلاس لاب دي يا جماعه هتتقلب وهيتحط ما بينهم هما الاثنين الميكس هنا، هوريكم دلوقتي ليتر اون. حطينا الميكس بتاعنا او حطينا سبيت الميديوم بتاعنا، ببتدي بعد كده اعمل تشيك للايه؟ للميكس بتاعي، بشوف اخباره ايه. الميكس بتاعي يا جماعه اعرف ازاي ان هو لسه، انا بمسك الميكس بتاعي شايفين ده معناه ان هو لسه فين؟ في الستيكي ستيج. يبقى انا بظبط شويه كده معناه ان هو فاضل حوالي دقيقه، بغطيه تاني وبراجع تاني على السبيت الميديم بتاعي على الكاست وعلى الجلاس لاب بتاعتي هنا وهنا. بعدين ابتدي اعمل بريبريشن ماي هاند. يفضل طبعا ان احنا نلبس جلافز واحنا بنعمل الادابتيشن بتاعنا، بس انا ممكن ان انا احط على ايدي شويه ميه اوكي عشان الاكريليك ما يلزقش في ايدي. هبتدي ان انا اعمل كولكشن للاكريليك بتاعي. طبعا كل ما احس ان هو لازق في ايدي او حاجه ابتدي ان انا ايه اعمل زي سبايت ميديوم على ايدي. او هو دلوقتي في اواخر الستيكي ستيج، نقدر نقول احنا كده خلاص وصلنا للايه؟ للدو ستيج. هوريكم دلوقتي شكل الميكس بتاعي. ده الدو ستيج يا جماعه بتاعي شايفين، ما بيلزقش في ايدي وما بيعملش حاجه خلاص. هبتدي احطه بعد كده هنا على التو جلاس لاب، ما بين التو جلاس لاب، وابتدي اضغط بحيث لغايه اما المس الاربع جوانب بتوع جلاس لاب. ده المنظر بتاعي اللي انا عايز اشوفه. لو انا بصيت كده هشوف ان انا في ايفن ثيكنس من الاكريليك بتاعي، ومن هنا ده الشكل بتاعي. ببتدي ان انا افصل كده وانا عندي الكاست بتاعي جنبية، ده الثيكنس بتاعي اللي انا بعمله. ابتدي اعمل ادابتيشن هنا، طبعا taking into consideration ان انا اخلي بالكم احنا بنعمل سبيشال تريك، اعمل جنتل ادابتيشن هنا، وابتدي اعمل ادابتيشن من الانتيريور للبوستيريور زي ما عملنا في السبيسر قبل كده. الادابتيشن بتاعنا جنتل ادابتيشن يا جماعه، انا مش عايز اعمل perforation للاكريليك، عايز احافظ على الثيكنس بتاعي على السبيشال تري بتاعتي. همسك بعد كده الكاست بتاعي كده، وابتدي ان انا اقص برضو الاكسس اللي على الكاست الاول. الاكسس ده يا جماعه هنعمل بيه ايه؟ الهاندل بتاعتنا. طبعا الهاندل هنا احنا بنشتغل في ايدنشلس هارش، فلازم الهاندل بتاعتنا هتبقى ال شيب. Before cutting the excess acrylic, اوكي I prefer ان احنا نعمل بنفس الميكس الهاندل بتاعتنا. فطبعا هنجمع الاكريليك اللي طلع من عندنا وبنعمل شكل للهاندل بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. اوكي وبيبقى على جنب عندي المفروض ان انا حاطط هنا شوية مونومر في الغطاء، لازم عشان اعمل ايه؟ اعمل انهانسنج للرياكشن تاني ما بين الاثنين اكريليك. حطيت مونومر عليه وابتدي احطه عند الاريا بتاعه الانسايزف بابيلا في الميدل بتاع الكاست زي ما انتم شايفين كده، واعمل ادابتيشن. ممكن احط شوية مونومر من هنا ومن هنا بحيث ان انا انهانس الرياكشن ما بينهم. بعد كده هبتدي ان انا اعمل ال شيب بتاعتي، بس انا جاست كده بس بعمل الاول انهانسنج للرياكشن و بلزقه كويس. عملت خلاص الهاندل بتاعتي كده، ببتدي ان انا اعملها ال شيب
وبططها من هنا اعمل زي فلاتنينج ليها عشان هو ده الشكل بتاعي اللي انا عايزه. لما انتوا تبصوا من الجنب ده شكل الهاندل اللي انا ايه عايزه يا شباب. اكمل الادابتيشن بتاعي واكمل الكاتنج بتاع البوردز. اهم حاجه يا جماعه ان انا لما اجي اقص البوردز بتاعتي انا جاست الاول بفصل بس، ما بعملش ايه، ما بشدش الاكريليك بتاعي بابا عشان ما اثرش على الادابتيشن. انا كده بعمل ايه؟ بعمل جاست زي تحديد للبوردز اللي انا هشيلها وافصلها كويس عن اللي تحتيها. هي دلوقتي ما زالت في الدو ستيج، اوكي، لسه الحمد لله ما دخلناش في الرابري ستيج اللي هي بتسبق اخر حاجه خالص اللي هي الستيف. طبعا هقص من هنا من عند الهاملا نوتش للهاملا نوتش. انا بقص، انا مش عايز احس ان انا بقطع جوه الواكس، بالعكس انا عايز احس ان انا بقطع ناحيه الكاست. فاول حاجه اعملها ان انا بفصل جامد قوي وبقوم عامل كده، شايفين طلعت على بعضها. فصلت جامد وبقوم عامل كده، بفصل وقوم عامل بفصل كده جامد وقوم شايل. لازم اعمل كده، شايفين هنا المنظر عامل ازاي. انا قصيت بحيث ان انا يكون عندي 2 ملم شورتر من هنا. النفس الريزلت بتاعتي اللي انا عايز اوصلها ان انا عايز احصل على سبيشال تري قصيره من الفول دابس اوف فيستيبيول باي 2 ملم، اوكي، عشان انا السبيشال تري دي ليتر اون بعد كده بعمل بيها ايه حاجه اسمها سكندري امبريشن. بعمل ليه اقصرها تكون 2 ملم شورتر؟ عشان اعمل حاجه بعد كده اسمها بوردر مولدنج، فلازم اكوموديت السبيس بتاع البوردر مولدنج ماتيريال. بوردر مولدنج ماتيريال بتبقى ماتيريال سوفت تتحط على البوردز بتاعت التري، وهي اللي انا لما بسخنها بعمل لها مولدنج تاخد شكل الايه السراوندنج ستراكشرز اللي هي الفستيبيول بتاعتي. بكمل الكاتنج بتاعي يا جماعه. اهم حاجه ان انا بقص، اوكي، انا كده كل ده انا محافظ على الوركينج تايم بتاعي، الحمد لله لسه ما نشفتش، فانا دلوقتي بوفر على نفسي ان انا استخدم الستريت اند بيس بتاعتي. اجي بعد كده بالنايف بتاعتي يا جماعه وبحطها جوه المونوب، اوكي، وببتدي امشي على البوردز بتاعتي من فوق. بعمل ايه؟ انا كده اي حاجه شارب او اي حاجه ممكن تبقى شارب بعد كده بنعمها بالنسبه للبوردز اللي عندي هنا كده، كل اللي هي الاكسس اكريليك اللي ظاهر لي من هنا. في حتت ممكن ابتدي اراجع عليها بما اني عندي وقت، ابتدي ان انا هنا عندي حته اللي هي الفرينم، اوكي، اقص عندها، شايفين تطلع الشكل بتاعي اللي هو الايه البي شيب بتاع الفرينم، اوكي، عشان اكوموديت الشكل بتاعي هنا. هاجي بالمونومر بتاعي برضو وابتدي ان انا انعم هنا وهنا. وابتدي ان انا اجي من ورا وانعم برضو في الجزء ده. ده شكل الفرينم بتاعتي، او سوري ده شكل الهاندل بتاعتي، لازم تكون شكلها ايه؟ ال شيب من الجنب زي ما انتم شايفين. اوكي، ده المنظر من الجنب، وده المنظر هنا من قدام، وده المنظر بتاع السبيشال تري بتاعي بعد اما خلصت.
نبتدي يا جماعه دلوقتي. احنا عجننا الميكس بتاع اللي هو خلاص ومغطينه بالجلاس لاب عشان تو افويد الايفابوريشن اوف ريزيديوال مونومر. هنحط دلوقتي سبايتي ميديوم بتاعنا على تو جلاس لابس زي ما عملنا في الابر سبيشال تري. اوكي طبعا لازم ان انا احط سبايتي ميديوم وامسح الاكسس بتاع سبايتي ميديوم عشان الاكريليك بتاعي اجين ما يلزقش في الجلاس لاب بتاعتي وانا بعمل الايفن ثيكنس بتاعي. اوكي بحط سبايتي ميديوم كمان على الكاست بتاعي على الحته بتاعت التونج سبيس دي مهمه عشان ما يلزقش عليها وعلى البيز بتاع الكاست اول اوفر البيز بتاع الكاست من هنا. كل ده عشان انا مش عايز الاكريليك بتاعي يلزق في الكاست بتاعي واشيله بسهوله واحط سبايتي ميديوم على اماكن الستوبرز وعلى الكاست كله. طبعا زي ما قلنا قبل كده ان انا لازم ايدي تكون فيها عليها سبايتي ميديوم او عليها ميه عشان وانا بشيل الاكريليك من الكوبايه اوكي ما يلزقش في ايدي. زي ما عملنا قبل كده هعمل تشيك للميكس بتاعي اخباره ايه. طبعا زي ما قلنا انا عندي هنا لسه في ايه ستيكنس يبقى انا لسه لازم استنى شويه برضو هنقول دقيقه. برضو بعيد ان انا بمل ايدي بميه تاني اوكي عشان اقلل الثيكنس اللي بتحصل. انا دايما بلحق الميكس ممكن نقول في اواخر الستيك ستيج وفي اوائل الدو ستيج. لازم اشتغل وانا في الدو ستيج اوكي عشان اعرف اتحكم في الميكس بتاعي مظبوط. الدو فورمينج تايم زي ما قلنا قبل كده بيبقى حوالي من 6 ل 8 دقايق. اهم حاجه اللي انا اعمل كنترول على الـ working time بتاعي مين لي يا جماعة. تقريبا دلوقتي هو كده احنا لقينا في نفس المرحلة اللي هي في اواخر الستيكي هيعمل شوية stickiness في ايدي. طبعا وانا بعمل القصة دي لازم اقوم ايه ابل ايدي بمية وبشيل الميكس بتاعي من هنا. شلت الميكس فابتدي ان انا اعيد ان انا بمل ايدي بمية تاني اوكي عشان كل اي حاجة ما يحصلهاش stickiness دي من الايه من الميكس اللي انا عملته. وده اجين ده الدو ستيج بتاعتي شايفين مولدبل عامله زي الصلصال بحطها على جلاس لاب بتاعتي اوكي وبعمل بريشر بحيث ان انا احصل في الاخر على الثيكنس بتاعي اللي موجود ده الثيكنس بتاعي اوكي. ابتدي ان انا افك الاثنين جلاس لاب من بعض وارفع الميكس بتاعي وابتدي اعمل ادابتيشن للميكس بتاعي على الكاست زي ما انتم شايفين هو بينزل على الكاست كده وبعمل انا الايه جنتل ادابتيشن بتاعي يا جماعه بعمل جنتل ادابتيشن وبعيدها تاني عشان انا مش عايز ان انا اعمل بيرفوريشن للاكريليك بتاعي وعايز يكون الميكس او الثيكنس بتاعته كافيه عشان ما يبقاش السبيشال تري بتاعتي ويك. اوكي عملت الادابتيشن بتاعي ببتدي ان انا اقص الاكسس اجين فروم ذا كاست فيرست اوكي. والاكسس دي زي ما قلنا قبل كده ان احنا بنعمل بيها الهاندل بتاعتنا وشكل الهاندل زي ما قلنا قبل كده بيبقى شكل الهاندل ايه ال شيب. بشيل طبعا هنا الزيادة عن الأقل أنا بشيل الحتة بتاعت التونج سبيس زي ما انتوا شايفين بفصل كويس طبعا بالرغم من أن أنا حطيت سبايتي ميديوم في الحتة دي يا جماعة بس برضه ستيل شايفين بيحصل شوية ستيكنس ازاي عشان كده لازم السبايتي ميديوم ايه مهم. حطينا سبايتي ميديوم ومع ذلك في حته شويه لزقت. فابتدي بعد كده اعمل ايه؟ اعمل الهاندل بتاعتي قبل ما ابتدي ان انا اكمل الايه او اشيل الاكسس بتاعي. الهاندل بتاعتي زي ما عملنا قبل كده باخد حته اكريليك من هنا وبعمل المنظر اللي احنا شفناه قبل كده بالمنظر ده. وجنبيه شويه مونومر انا ببقى محضرهم بحطها في المونومر.
وبعدين بقوم حاططها على السنتر بتاع التري من هنا زي ما انتم شايفين. ببتدي بالمونومر بتاعي وابتدي ان انا الزق الاكريليك من اللينجوال ومن البكل عشان يبقى بنفس الميكس يا جماعه ويبقى لازق وانهانس الرياكشن ما بين الاكريليك ده والاكريليك ده. ظبطتها كده ببتدي ان انا اعمل الايه ال شيب بتاعتي وممكن شويه احط شويه مونومر كده عشان تبقى الموضوع مظبوط. ودي الهاندل بتاعتي من الجنب بيبقى المنظر عامل كده. اوكي يا شباب اكمل طبعا عشان ما اضيعش وقت لازم اكمل الايه القص بتاع الاكسس بتاعي. بعمل برضو ادابتيشن تاني كده وبعمل ادابتيشن تاني من هنا وادابتيشن تاني من اللينجوال وابتدي ان انا اقص. اول حاجه قلنا بنعملها ان انا بفصل جاست بفصل الايه الاكريليك عن بعضه ما بشدش حاجه ما بشيلوش دلوقتي انا جاست بعمل تحديد للحاجه اللي انا هشيلها. ده من اللينجوال طبعا ده زياده عن الابر. ممكن نقول ان صعوبة اللور ان انت بنقص بوردس كتيرة. ده المنظر بتاعي ان انا فصلت الاكريليك. الزيادات دي يا جماعة ابتدي ان انا اشيلها لازم افصل جامد كده وابتدي ان انا اقوم شايلها لبره. اوكي كل دي بتبقى زيادات. ده الزيادة بتاعتي من هنا بشيلها. شلت الزيادة من هنا لازم بفصل الأكريليك كويس كده. انا واخد راحتي في الايه في الاكساس عشان انا خلاص انا مخلص الهاندل اوريدي. شايفين يا جماعه ما فصلت جامد خلاص ابتدى ان الايه الاكساس بتاعي يطلع بسهوله. شيل الاكساس بتاعي أعيد شوية على الأدابتيشن بتاعي وبعدين باجي بال زي ما عملنا بالنايف قبل كده وأقوم عامل زي أشيل الحاجات اللي هي اللي ممكن تبقى شارب بعد كده. هي دلوقتي تعتبر سوفت بس أنا هسويها أو هنعمها بالنايف وأنا حاطط على النايف بتاعتي مونومر. برضه the same from the lingual. بنعمل البوردز بتاعتي زي ما انتم شايفين. ولو في حاجة عايز ارجع عليها برضو في الاخر حاسس انها عايزة تقصر برضو ممكن باللانس في الاخر بس ابقى خلصت الكاتنج بتاعي. ده انا كده بوفر من الوقت بتاع الستريت هاند بيس بتاعتي. انا شلت معظم الاكساس شلته ازاي؟ شلته بالنايف بتاعتي او شلته بالمشرب بتاعي.
فالنت ريزلت يا جماعه اللي ده شكل السبيشال تري في الاخر لما بيطلع، ودي شكل الهاندل. اوكي كده احنا خلصنا الابر واللور سبيشال تري بتاعتنا. ده شكل اللور سبيشال تري. هنقول التشيك ليست يا جماعه دلوقتي بتاعه السبيشال تري الابر واللور. اول حاجه خالص الميكس بتاعنا زي ما قلنا، احنا الخطوات او الستيجز بتاعته ساندي ستيكي دو رابري اند ستيف ستيج. احنا بنشتغل في الدو ستيج دي اول حاجه، نوصل للدو ستيج. تاني حاجه الثيكنس والادابتيشن، وبعد كده الاكستنشن. الثيكنس بتاعنا يا جماعه لازم يكون ايفن ثيكنس، وده عملناه باستخدام التو جلاس لابس بتاعتنا. ده اللي احنا استخدمنا فيه التو جلاس لاب عشان نحصل على الايفن ثيكنس، ما يكونش فيه بيرفوريشنز جوه السبيشال تري بتاعتنا. انا مش عايز يكون السبيشال تري بتاعتي ضعيفه. الادابتيشن بتاعي لازم تكون السبيشال تري بتاعتي ادابتد على الكاست كويس عشان اعرف اخد امبريشن ادق. الاكستنشن بتاعي لازم يكون 2 ملم شورتر من الفول ديبث اوف الفستيبيول. وزي ما قلنا احنا ليه بنعمل القصه دي يا جماعه؟ عشان نحصل على نعرف نعمل الستاب بتاعت البوردر مولدنج بتاعتنا. السبيس ده بيخش جواه سوفت ماتيريال، وانا بعمل مولدنج لللبس والشيكس عليه عشان يديني الشيب بتاع الفستيبيول اللي موجود عندي. عشان كده لازم اقصر 2 ملم من الفول ديبث اوف الفستيبيول تو انشور بروبر بوردر مولدنج. نفس القصه في اللور. اوكي 2 ملم شورتر من الفول ديبث اوف الفستيبيول، الى جانب ذلك من اللينجوال فستيبيول كمان عشان احنا عندنا هنا تونج سبيس. ده بالنسبه للاكستنشن. بالنسبه للهاندل بتاعتي زي ما احنا شايفين، الهاندل لازم تكون ال شيب عشان اعرف اعمل مولدنج للانتيريور بورشن تو فري ذا ابر ليب، تبقى تدخل في بق العيان كده والليب بتاعتي بتبقى في السبيس ده. ذا سيم في اللور، الليب بتاعتي بتبقى في السبيس ده. ما ينفعش ان انا اعملها ستريت، لازم تكون ال شيب.